عثمان من جدة، تفضل أخي عثمان. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤالين. تفضل. الأول، مرة كده من المرات أذن المغرب وكنت أبغى أصلي، فتوضيت للصلاة، فجاءت زوج عمي وهي مرة كبيرة في السن، فسلمت عليها صافحتني وصافحتها، ما أدري هل الوضوء انتقض، شكيت كده، لكن قلت يا مدام كبيرة في السن ما في شيء وصليت. مس المرأة ينقض الوضوء إذا كان لشهوة وكان مباشرة من غير حائل، مباشرة من غير حائل وأيضا لشهوة، هذا ينقض الوضوء. نعم.